تحياتي ليك يا كابتن فاروق من جديد، ده كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. الاهلي وبتروجيت في الجوله ال 16 هنا من استاد برج العرب، واكيد بيسعدنا في هذه اللحظات واحد من ابناء النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي كابتن عادل مصطفى، ايضا المدرب الحالي طبعا ليه فريق بتروجيت. برحب بيك في البدايه، ونتمنى ان شاء الله تكون مباراه الموفق فيها، ان شاء الله يكون نصيب الفوز. برحب بيك طبعا، برحب فاروق والكباتن الموجودين في الاستوديو، وان شاء الله تبقى مباراه تليق باسم فريقين. يعني لو بتكلم على اخر الاستعدادات بالنسبه لكم يا كابتن عادل، الامور معاكم ماشيه ازاي بالنسبه للفريق، دوافع فريق بتروجيت بالنسبه للمباراه دي؟ المباراه بتكون مميزه بالنسبه للنادي الاهلي، او بيكون طرفها الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي، لكن شايف النهارده المباراه بالنسبه لكم ازاي؟ هو طبيعي طبعا مباراه الاهلي والزمالك بيبقى ليها طابع خاص عند اللاعبين، بتبقى الامور فيها تركيز اعلى شويه، بتبقوا حابين يعني نفسهم المباراه كلها تبقى اهلي وزمالك، ولكن هي في النهايه مباراه ثلاث نقاط، يعني فيها يعني معنويا اكتر من انت تفوز ثلاث نقاط. لو اخذت ثلاث نقاط كويس، اخذت طلعت نتيجه كويسه برضو، نتيجه ايجابيه دي حاجه كويسه، ولكن هي معنويا اكتر للاعبين يعني، ولينا شخص ولينا للجهاز برضو. احنا الفتره اللي فاتت جايين من خسارتين، فان شاء الله عايزين نطلع بقى نتيجه ايجابيه النهارده ونرجع لمسارنا ثاني يعني. لو بتكلم عن كابتن محمد يوسف، كابتن عادل، كابتن الفريق طبعا، اتكلموا مع بعض ازاي؟ اتكلمتوا مع الفرقه ايه قبل المباراه دي؟ وايه ابرز الكلمات اللي ممكن تكون قلتها كابتن عادل للاعبين؟ لا، وطبعا كابتن يوسف اشتغل الفتره اللي فاتت على ان احنا يعني الروح تبقى موجوده عند اللعيبه تاني، ما بقاش الهزيمه، طبعا الهزيمه بعد يعني الهزايم شويه بتاخد من روح المعنويه للاعبين، ودي اكتر حاجه كابتن يوسف اشتغل عليها الفتره اللي فاتت، بجانب الجانب الخططي المفروض ان احنا نلعب بيه النهارده في المباراه. فيعني ان شاء الله اللعيبه جاهزه، وان شاء الله يقدم مباراه كويسه يعني. هل نقدر نقول في غيابات فريق بتروجيت لها تاثير على الفريق، او يكون لها تاثير النهارده على الفريق، ولا الصفوف مكتمله بالنسبه لكم كابتن عادل؟ لا طبعا عندنا غيابات، محمد رجب كان عنده شد في العضله الخلفيه، وعندنا سالم برده، و احمد فوزي رباط صليبي، في عصام صبحي برده اشتكى من انكل رجله، كان عنده مشكله في انكل رجله، تمزق شويه في الاربطه، فغيابات لعيبه مهمه طبعا في لعيبه اساسيه من ركازه اساسيه، ولكن موجود ان شاء الله النهارده يأدي بشكل كويس يعني. اخرج سريعا كده عن المباراه واكلمك على مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد، مباراه الغد، كواحد من ابناء النادي الاهلي ومن نجوم النادي الاهلي، شايف المباراه دي بقيمه النادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا دوره الوطني الكبير، شايف المباراه ازاي يا كابتن عادل؟ لا طبعا مباراه احنا تعودنا من النادي الاهلي طول عمرنا ان النادي الاهلي سباق في كل حاجه، يعني مش عايز اقول يعني النادي الاهلي جزء كبير جدا من الدوله، يعني شايف ان جزء كبير جدا من الدوله والشعب المصري الاهلاويه وبيحبوا الاهلي، والاهلي مصدر سعاده لناس كتير جدا. اعتقد مباراه في وقتها مباراه مهمه لمصر كلها مش للنادي الاهلي بس، وده العاية بتاع النادي الاهلي، يعني العاية بتاع النادي الاهلي ان هو على طول السباق في كل حاجه. شكرا، باخري كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن عادل مصطفى مساعد مدرب طبعا لفريق بتروجيت، واكيد بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي سواء في مباراه اليوم او مباراه الغد اللي هي المباراه العالميه، مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد، كل التوفيق من جديد للنادي الاهلي، وعوده ليك يا كابتن فاروق في هذه اللحظات.